يا هلا القرف، شعر من هذا؟ اي ان شعر هذه الفتاة قصير جدا. اجل صحيح، لمونيكا. لما يصرخ هذا مرة اخرى هكذا؟ هل السبب في شعري الطويل هذا؟ اعتقد انه عاد للتساقط. اوه انتبهي، انت تؤلمينني جدا. لا، من سيجلب لي مناديل جديدة وانا هنا الان؟ تستحقين ذلك. يا اولاد، يا اولاد. لحظة، حسنا، لن يستطيع احد سماعي في هذا المكان. تكلمي عني ايضا، هيا تكلمي عني. اصمت انت. إن هذا هو منزلنا الجديد يا أختي. أها. كان عليك إغلاقه بهدوء. بالنسبة لهم طبعاً أنا مجرد قطعة حديد. أجل، أنا آمل أننا لم نخطئ بقيامنا بالاشتراك ببرنامج تبادل الطلاب هذا. وأنا أتمنى أن لا أشتاق لفتيات الجميلات هناك. أجل يا أعزائي، أنا أؤكد لكم أنكم لن تشعروا بالملل في هذا المنزل. هاي، توقفي. هاي أنت يا صاحبة المنزل، هل يمكنك المشي فوقي بهدوء أكثر من ذلك؟ أرجوك. أنت أصمت. أي 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 أي. أوه. أي. الويل لكم إذا قمتم بإخافة أولادي الجدد القادمين، لا تلوموا إلا أنفسكم. أجل، الأولاد السابقون هربوا بمجرد تحدث الفرشاة معهم. أوه، على ذكر الفرشاة، سوف أقوم بتسريح شعري بهذه. يا إلهي، ما هذا الشعر المعقد والتالف؟ كيف لي أن أفرد هذا الشعر؟ هيا سرحيه جيداً، اليوم يجب أن أبدو جميلة وبأفضل شكل. لقد سكتت. لا أريد إخافتك يا صاحبة المنزل، ولكن لا يكفي ممشطة واحدة لشعرك هذا. هيا اصمتي. أرهقتني هذه الفرشاة. الآن يجب علي ترتيب السجاد. أوه، الآن ستقوم مونيكا بمساجي المفضل. كم أنها سجادة جميلة ونظيفة أيضاً. ماذا تفعلين؟ يجب أن تتبعي حمية لإنقاص وزنك. كرر ماذا قلت؟ خذ. حسناً حسناً، يكفي، أنا كنت أمزح. هكذا أفضل، أحسن. أي أنتم أيها المفروشات القديمة، اصمتوا كلكم أيضاً. مرحباً مرحباً يا أعزائي، تفضلوا أرجوكم. مرحباً بك. لماذا تضعون أقدامكم علي؟ وأحذيتكم القذرة أيضاً. ما هذا؟ ماذا هنالك؟ حسناً، اعتقدت أني سمعت شيئاً. على أي حال، أنا أليكسا. سررت بك. وهذا أخي، إنه أخي الكبير والمزعج أيضاً. انظروا من يتكلم، لو لم تكوني أنت المزعجة لما قام والدانا بإرسالنا إلى هنا. بهدوء يا أليكس، بهدوء، ما زال علينا العيش هنا. أجل، سررت بمعرفتكم. أجل، وأنا مونيكا، والدتكم الحالية لمدة نصف عام. هيا تفضلوا. كن هادئاً أيها الأحمق. حقاً أنت أسوأ أخت على وجه الأرض. انظر إلى نفسك أولاً. نصف عام وهم لم يعرفوا مونيكا بعد حتى الآن. إنهم لم يفرغوا أمتعتهم بعد، لأنهم سيهربون على الفور. هل أنتم متعبون؟ أنا أشعر بالتعب قليلاً. وأنا أيضاً أريد النوم بعمق جداً. حسناً، وأين هي الغرف الخاصة بنا؟
تعالوا معي، سأريكم المنزل بأكمله. لنتراهن الآن، برأيك كم سيبقون الأولاد هنا يا ترى؟ أنا متأكدة من أنهم لن يكملوا 5 دقائق في منزلنا العجيب. وأنت أيها الدرج، ما رأيك في ذلك؟ أيتها الفرشاة، اذهبي وألقي نظرة على الفتاة إذن. كم هذا سهل. الآن سيبدأ العرض المضحك. يبدو أن هناك خللاً في هذا الباب. لحظة، هل كانت فرشاة الشعر هنا أصلاً؟ حزناً. أجل، هذا ليس سيئاً. تصرف على طبيعتك، من الآن وصاعداً هذه ستكون غرفتك. شكراً لك، أعجبتني جداً. يمكنك أن تستريح قليلاً وسأراك لاحقاً، اتفقنا؟ حسناً، إلى اللقاء. أجل، في المرة السابقة كان زميلي أقل وزناً. إنه ليس مريحاً أبداً. ربما علي أن أرتب هذا المقعد قليلاً. كلا. إنه مقعد غريب، أحاول أن أرتبه لجعله أفضل ولكن هذا لا ينفع. أجل، إن هذه المالكة تعجبني أكثر من مونيكا. العمل معها أفضل من مونيكا. هذا رائع، يا لها من فرشاة شعر سحرية. أجل، هذا يناسبنا نحن الاثنتين. يا إلهي ما أجمل هذا. أمي. أمي. أليكسا. كم الطقس بارد هنا، هيا عد بسرعة. إلى أين ذهبت؟ تعال وقم بإعادتي. أمي. ماذا حصل؟ ماذا بك يا أختي؟ فرشاة الشعر الخاصة بي، كنت أسرح بها شعري وسمعتها وهي تتحدث. أليكسا، أنت تقومين بخداعي أليس كذلك؟ هيا قولي لي إنك تمزحين فقط. أعتقد أنني متعبة من الطريق وحسب. أنتم هنا إذن، هل أنتم بخير؟ لقد سمعت صوت صراخ. أجل، أختي فقدت القليل من عقلها لأنها متعبة، ولكن لا تهتمي، ستعتادين على هذا. ولكنني حقا سمعت صوت الفرشاة وهي تعطس، أنا واثقة. أنا لم أفعل هذا حقا، آسفة. لقد أعددت لكم الشاي مع الفطائر اللذيذة، لابد أنكم جائعين. حسنا، علي أن أعود إلى رشدي. انتبهي جيدا، أنا متأكدة أنها كانت تتحدث. أجل، تعرفين السبب، هيا أنا ذاهب. إذن لماذا تصرفت هكذا مع الفتاة من أول يوم لها؟ من أين لي أن أعلم أنها تخاف بسرعة؟ آمل بأن الأدوات في المطبخ لن يقوموا بفعل الشيء ذاته. تمني ذلك. هاي، تعالي ارفعيني من هنا، أنت يا صاحبة المنزل. تعالي تعالي. إن رائحته لذيذة. توقفي، عليك إزالة أحمر الشفاه أولاً. حقاً أنت فتاة حمقاء. ماذا بك؟ أنا لا أريد تقبيل أحد، أنا أريد شرب الشاي فقط. انظري جيداً، إنه فنجان أبيض اللون. حسناً، أنا لا مانع لدي. حسناً يا أليكس، لا تتذمر، إنه فنجاني الخاص. من الآن وصاعداً سأشرب كما أريد. إنها تعجبني كثيراً. هيا يا إبريق الشاي، تعال واملأني. ماذا تأكل؟ أعطني قليلاً. لا، أنت شربت الشاي وأنا أخذت هذا، ولن أقوم بإعطائك منهم أبداً. الآن سوف أجلس وأعمل. لا،
لماذا هذه السماعات معقدة مرة أخرى؟ كم أحب أن نلتف سوياً هكذا يا أخي. انظر الآن، ستقوم بفصلنا عن بعضنا البعض. لقد انعقدتم إذن، ولكن لا يهم، سوف أقوم بفصلكم. لن تستطيعي فصلنا بسهولة، كان عليك إطالة أظافرك أكثر قليلاً. وحينها لن تعود للالتفاف مرة أخرى. أبعدي ريكي، إنك تدرغيني. يا إلهي، ما هذا؟ أصبحنا مترابطين جداً، لنقم بفعل هذا أكثر. هيا. حسناً. سماعات سيئة، اذهبي بعيداً. غير صحيح. أوه، إلى أين أنت ذاهبة؟ لماذا قمت برمينا هكذا على الأرض؟ هذه هي سماعاتي المفضلة، كم أنها رائعة. هيا قومي بمساعدتنا. هيا عن الأرض. هذا غير صحيح يا مونيكا. هذا غير عادل أبدا. ارفعينا عن الأرض. هيا. لا 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 لا. قد تصمتوا يا فتيات. ماذا حصل؟ لماذا توقفت الموسيقى فجأة؟ أنت تستحقين ذلك. انظري لنا كم نحبك يا مونيكا. نعانق أذنيك بشدة كبيرة. هذا يستفزني حقا. لما تحدقين إلينا هكذا بقسوة؟ أرجوك أبعدين عن بعض. حسنا، إلى ماذا سأستمع الآن؟ على الأقل لا ترفعي صوت الموسيقى أمامنا. إنها أغنيتي المفضلة، بأرفع الصوت إذن. لا 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 لا. خذ هذه، خذ هذه. يا إلهي، من أين أتت بكل هذا الحقد؟ لا أصدق. أنا فقط أتخيل نفسي أضرب حبيبي السابق. أنت تتخيلين صديقك، ولكن أنا من أتلقى الضرب. هل يمكنك ضربي بهدوء أكثر؟ خذ هذه. أوي يا إلهي، لقد بدأت أشعر بالدوار حقا. سأفعل هذا مع الجميع. ما رأيك يا أختي؟ اجلسي قليلا، إنك تخيفينني جدا. أجل وأنا سأبقى هنا أيضا وأستريح قليلا. هيا هيا. لماذا رائحتك كريهة هكذا؟ أنا آسف، فقد تعرقت قليلا من التمرين. كم هذا مقزز، من الجيد أنه يوجد معي مزيل عرق. مرحبا بك، لم نلتقي منذ زمان. خذ هذه. شكرا لك. أو لا، يا صاحب الرائحة الكريهة. رائحته جيدة. لا. أجل، إنها رائحة الفراولة يا أخي. لا. شكرا لك يا أختي. على الرحب والساعة. على هذا الشيء لا يجب أن تشكرها. أعتقد الآن أنني ما زلت محظوظا. لقد قمت بتحضير الطعام، والآن حان وقت تناوله. السلطة المفضلة لدي. أجل سلطتها المفضلة، أنت تحبينها كثيرا. لا أحد يحب ويهتم بهذا الوعاء، ولا أحد يقدر. هذا محزن بالطبع. لذيذة جدا. مزعجة. أنت على حق، هذه السيدة مملة. أي، أنا أسمع كل شيء. هل لك أن تسرعي في تناول الطعام؟ هذا ممل لنا كثيرا. مللت؟ حسنا، سأضع لكما القليل من الصلصة إذن، وامرح قليلا. إنه المفضل لدي. تكلم عن نفسك فقط، لا حاجة لوضع هذا الهراء. سأضع المزيد أيضا من الصلصة. لا. شلال من العصير. شلال من المياه ينتظرك بعد قليل. لا أريد تناولها. إنها نظيفة. حسنا، يمكنني الآن أن أغسلها قليلا. أنا جاهز لهذا.
وأخيراً الماء سوف تقوم بتنظيفي من هذه الصلصة. لماذا لا يتدفق الماء منها؟ لا لا أريد هذا، استحميت مسبقاً، حقاً هذا يكفي. ماذا حصل للتو؟ أنا جاهزة للاستحمام، هيا. لا ومن الذي سألك عن رأيك أنت؟ هيا. كم أنا متعبة بعد ممارسة الكثيرة للرياضة. أنت على حق وأنا مرهق فعلا، أرغب حقا في النوم قليلا أليكسا. لقد نمت فعلا، كم أنت سريعة يا أختي، أحسدك جدا. يا أولاد يا أولاد يا إلهي، إنها قادمة إلى هنا، علي أن أختفي بسرعة. أنا يا أولاد أنا قادمة. أوه أليكسا أليكسا. ما الأمر؟ لماذا تصرخين هكذا؟ صباح الخير أليكسا. هل كنت أغط في النوم؟ أجل، موعد الطعام لم يحن بعد، ولكنه حان الآن وقت تنظيف المنزل. علمت بذلك. لقد رأيت أنك تحبين الجلوس ولا تفعلين شيئاً. هذا صحيح. ولكن ليس اليوم، هذه ستكون صديقتك الآن لمدة نصف ساعة. ما هذا؟ مكنسة. مكنسة جميلة لتنظيف كل شيء، آمل أن نتفق سوياً يا مونيكا. مكنسة؟ أجل، ألم يكن لديكم مكنسة في منزلكم السابق؟ مثلي؟ بالطبع لا يوجد. أنا أرى أنها مكنسة، ولكن لما حاجتي لها؟ أنا الآن أرتاح، ألا ترين ذلك؟ الغرفة قذرة جداً. أين القذارة؟ أنا لا أرى أي قذارة في الغرفة. على سبيل المثال، هنا هذا الجزء متسخ، قومي بتنظيفه وبعدها استريحي. هذا رائع، كنت أظن أن هذا المنزل سيكون أفضل من منزلنا، ولكن الآن اتضح لي أن مونيكا أسوأ من أمي. هاي، أنا أعلم بأنك غاضبة، ولكن قومي بإمساكي بلطف. هذا ما ينقصني، أن أنظف منزل الغرباء وبهذه المكنسة القديمة. هل فقدت عقلك؟ لقد قمت بترتيب نفسي حديثاً. كم هذا يستفزني، أنا لا أحتمل التنظيف أبداً. هذا واضح. أي 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 أليكسا يا أختي جميلة، أخوك أتى لمساعدتك بالتنظيف، هيا قومي برمي هذه المكنسة القديمة. لا لا، أنت لم تعجبني مطلقاً، يا فتاة قولي أنك لن تفعلي ذلك بي. هيا 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 قومي برميها. هذا سهل. رمية موفقة، لم أعتقد أنها كذلك، هل يمكنك أن تعيد هذا مرة أخرى؟ أليكسا؟ ماذا؟ قولي لي شكراً لك. شكراً لك، ولكن على ماذا؟ لأنني قد وجدت المكنسة الكهربائية. مرحباً يا مكنسة، أخبريني كيف هو حالك؟ أنا أنتظر أن يقوموا برمي مرة أخرى، شيء رائع. يا لك من غريبة الأطوار، وأنتم لماذا تقفون هكذا؟ هل ستقومون بالتنظيف اليوم أم لا؟ حسناً يا أليكسا. هاي، هل عليك الجلوس فوقي؟ حسناً يا أختي، قومي بالتنظيف هنا قليلاً وأنا سأرتاح. هذا رائع، ولكن لماذا علي القيام بهذا العمل؟ ما هذه المكنسة الغريبة؟ أجل، الرمية السابقة كانت ألطف من هذه بكثير. وهنا تجتمع الأوساخ، آمل أن تنظف ذلك. أجل، إنه سهل، الآن لنرى على ماذا سأصب غضبي اليوم من أوساخ. يا للقرف، شعر من هذا؟ كم هذا مقرف؟ إن شعر هذه الفتاة قصير جدا. أجل صحيح، مونيكا! لما يصرخ هذا مرة أخرى هكذا؟ هل السبب في شعري الطويل هذا؟ أعتقد أنه عاد للتساقط.
أوه، عليك أن تنتبهي قليلاً. لا، من سيجلب لي مناديل جديدة وأنا هنا الآن؟ تستحقين ذلك. يا أولاد، يا إلهي، لا أصدق أني لا أستطيع ارتداء بالطالي المفضل. كيف حدث هذا؟ تستحقين ذلك يا أختي، فإنك تأكلين كثيراً. اذهب من هنا، دعني، لا أريد أن أرى وجهك أبداً. مستفز. أجل، شراء بنطال كهذا مقاسه أصغر من مقاسها كانت فكرة رائعة جداً. نعم، لقد ربح. من غير الممكن أن يكون وزني قد ازداد هكذا وبسرعة. علي أن أقيس وزني الآن. كم هذا ثقيل. وأخيراً تذكروا وجودي الآن. أتمنى أن لا يكون أكثر من 45 كيلو. لقد تجاوزت 45 كيلو، لقد تجاوزته بكثير. حسناً، لا أريد أن أخيفك كثيراً. أجل، 40 كيلوغراماً. أي، القفز فوقي ليست فكرة جيدة. أي مرحى، سأذهب لتناول الطعام. مرحى. أو كم هذه الفتاة ثقيلة. كم من الجيد أنني قد ولدت فتى ولست فتاة. يمكنني أن أتناول ما أشاء من الحلويات ومتى أريد. أسناني تؤلمني. أنت تستحق ذلك، لكي تعلم كيف تؤذيني بتناول هذه الشوكولاتة السيئة. أنا أريد أن يتوقف ألم أسناني هذا الآن. إذن هيا، ارمي هذه الحلويات اللعينة. لا أريد هذه الشوكولا. أجل، هكذا أفضل، فتى جيد، مطيع جداً. يبدو أن الألم بدأ يختفي. كم يبدو جميل علي. علي أن ألتقط الصور. من الصعب جداً على المرأة تكرار نفس الحركات السخيفة. مونيكا، كم هذا رائع، لدي صور جديدة والآن يمكنني الخروج. كم تعبت من هذا العمل. أنا مرهق جداً. لحظة، ما هذا؟ ماذا هنالك أيضاً؟ أنت من أين ظهرت الآن؟ ما هذا الذي على جبينك؟ عليك أن تتوقف عن تناول الحلويات وإلا لن تستطيع الوقوف أمام المرأة مجدداً. لدي دقيقة واحدة، سأتمكن من معالجتها بسرعة. توقفي. لا، هذا جيد. هذا جيد. هيا، علي أن أفوز. هيا. مرحباً يا أخي، ماذا تفعل؟ أنا ألعب، لا تقاطعينني. لماذا أنت مزعج هكذا؟ أتيت للتحدث إليك فقط، كم أنت فاضي. حسناً، كما تريدين. عادة ما تزعجني، لما تبدو لطيفة؟ خذ هذه اللبانة وتوقف عن استفزازي. أعطني إياها. يا إلهي، لقد خسرت بسببك. اهدأ. مستفزة. أين رميت تلك اللبانة يا ترى؟ أتمنى أن لا تراها مونيكا فقط. مرحبا أيتها الجميلة، أريد أن ألتصق بك قليلا، هل تعترضين؟ لماذا رأسي يحكني هكذا؟ هل هذه لبانة؟ أجل، أنا العلكة اللذيذة، ومن الآن فصاعدا سنبقى سويا، أعمل بألا تعترضين. ولكن كيف وصلت إلى شعري؟ ماذا سأفعل الآن؟ لحظة، أليكس! ماذا حصل؟ لقد قمت برمي اللبانة على شعرها. لست أنا يا أليكسا، علي الهرب فورا. يا له من فتى سيء ومزعج، كل المشاكل بسببك أنت. كيف سأخرج اللبانة من شعري؟ لا أريد، إنه يعجبني البقاء هنا، كما أن شعرك جميل وناعم. حسنا، على ما يبدو أنه الحب. إنه الحب. على ما يبدو إنه الحب. والآن ماذا سأفعل بهذه العلكة التي التصقت على شعري؟ لا عليك، ستعتادين علي وسنصبح أصدقاء وسنمرح كثيرا، سترين. أحبيني.
لم أكن أتوقع بأن تلك اللبانة سوف تسقط على شعر أليكسا. لقد أصبت الهدف. انظر إلي، قم باختياري، قم باختياري. علي أن أحاول أن أصنع بالونة كبيرة لكي أشاركها في التيك توك. هيا 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 هيا. رائع، أنا أبدو كبالون كبير. هاي. أوبس، لقد فقعت البالونة وإنها لم تعد لذيذة. حسنا. جميع البشر هكذا. أتمنى الانتباه بأن لا يقوموا بالدعس علي. علي أن أتناول الطعام. لا. أوه، لقد نفذ. الآن باستطاعتي أن أرتاح قليلا. المالك تركني وشأني. أنا الآن حرة. حسنا، أي حقيبة سأختار اليوم لأرتديها؟ الحقيبة التي لن أقوم باختيارها سأقوم بتعليقها هنا. أنا جاهز لأن أعلق هذه الحقائب الجميلة علي. هذه لا تصلح، وهذه أيضا لا تصلح، وهذه ليست جميلة مع الحذاء، وهذه لا تصلح مع طلاء الأظافر. ما هذا؟ كم هذا رائع. أشعر وكأنني ثري جدا بهذه الحقائب. كل شيء لا يصلح. هذا يكفي، فأنا لا أستطيع أن أحمل كل هذا الكم من الحقائب. غير مناسبين. حسنا، سأحضر شيئا آخر. يا سيدتي، لا أستطيع أن أحمل كل هذا، إني سأقع. هذا المكان الرائع. آمل أن يكون هادئاً. أليكس، انتظرني أليكس. ما الذي تريدينه؟ اسمع، ألا تعتقد أن هناك شيئاً ما يحصل في هذا المنزل؟ أشعر بشيء غريب جداً. أجل، كنت أعتقد أنه أنا من يشعر بذلك الشيء فقط. لدي شعور أن هناك أحد ما يعيش هنا غيرنا. أنا لا أتوهم، لكن أحياناً أسمع صوت أشياء. أنا لا أتوهم مثلك كالمجنون، لكن أحياناً أسمع أصواتاً غريبة في أرجاء المنزل. صحيح، أنت على حق تماماً. اسمعي، أتعلمين ماذا أعتقد؟ أن الأثاث في هذا المنزل يتغير باستمرار، والتفكير في هذا الأمر مجرد غباء. أوافقك الرأي، ربما نحن متعبين قليلاً فقط. هذا صحيح، علينا أن نرتاح جيداً. من الجيد أنه يوجد قسم للموسيقى في هذا المكان. انظر، وهناك يوجد مقهى صغير، يمكننا أن نتناول شيئاً. أوه، أنت لا تفكر إلا بالأكل فقط. لا أريد أن أغضب. أتمنى لك شهية طيبة يا أخي، وأنا سأذهب إلى الاستوديو. بالتوفيق. نا 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 نا، ماذا حدث لهذا الميكروفون؟ لما توقف عن العمل؟ أوه، كفي عن ضربي. يمكن أن يكون السبب أنه لا تجيدين الغناء. أظن أنه سيعمل الآن جيداً. نا 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 نا. الذي أعطى الميكروفون لأختي. نا 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 نا. هذه الفتاة ما زالت تغني بصوتها المزعج. توقفي أرجوك. ما هذه الفوضى العارمة التي أراها في غرفتي هنا؟ أجل، علي أن أرتبها قبل أن تأتي وتراها مونيكا هكذا. أجل، قم برميها كلها، أنا أحب ذلك. يبدو أنك كيس جيد. أجل، أنا كذلك، هيا، أنا أحمل كل شيء. كم أشعر بالتعب الآن، علي تناول شيء. هاي، إلى أين تذهب؟ لا تدعني وحدي، عليك أن تأخذني إلى أصدقائي في سلة المهملات. علي أن... حسناً، ليس الآن، أرميك لاحقاً. هاي، لا، هنا ستصبح رائحتي كريهة. ماذا يحصل لي؟
كل هذا بسبب ذلك الفتى. علي أن أصحو. أوه يا لها من بطانية ثقيلة. أنت الثقيلة وأنا نايمة، وأنت لن تذهبي إلى أي مكان. يا إلهي لقد تأخرت، قمت بالتخطيط لركض هذا الصباح. لن تذهبي إلى أي مكان آخر. علي أن أرتدي بنطالي المفضل مجدداً. علي أن أركض. أنت الثقيلة وأنا نايمة، وأنت لن تذهبي إلى أي مكان. علي أن أنهض. عبثاً، قلت لك لن تذهبي إلى أي مكان آخر. لماذا التصقت بي هذه البطانيات بهذا الشكل؟ إنها ثقيلة جداً. لا، اعذريني يا صديقتي، نحن الاثنتان سنبقى سوية. أرجوك دعيني وشأني. احضنيني. كم هو يوم جميل يا صديقي. عجل، لم يأتي أحد هذا اليوم. أتمنى ألا نراهم مرة أخرى، فلنسترح قليلاً. أجل، ولو أن أحداً ما يقوم بتنظيفنا سنكون أفضل. لن تتسع في الغسالة مطلقاً، كل شيء فيك متسخ. ماذا؟ انظر لنفسك أولاً أيها القذر. كل هذه الأوساخ والقذارة من الأشخاص الذين يجلسون علينا فقط. لماذا تتشاجرون؟ مللتم بدوني أليس كذلك؟ لقد أتت. يا سيدة، ألن تقومي بتنظيفنا؟ سأفكر بذلك. لا. لماذا؟ حسناً، لا أريد، أريد أن أستريح، ليس علي القيام بتنظيف الوسادات هذه. إنها قذرة. تباً لك. إنها سيئة حقاً. هيا لنعاقبها. لنفعلها، ولكن كيف؟ أليكسا، هل تريدين اللعب معي؟ أجل، أنا قادمة. انظر من أتى، إنهم الأولاد الجدد. توقف، لقد طلبت منا ألا نخيفهم. ونحن طلبنا أن تنظفنا. هل تفكر مثل ما أفكر أنا؟ أجل بالطبع، تمسكوا جيدا يا أولاد. تعالي يا أختي نجلس هنا. هيا بنا لنتحرك. هذا؟ إن هذا مؤلم جدا. هذا مؤلم جدا، كيف حصل هذا؟ لا أعلم، وأنا أيضا أشعر بأنه يوجد شيء غريب حقا في هذا المنزل. عن ماذا تتحدث؟ يتحدث عنا الآن. أليكسا، لا أريد إخافتك، لكن أعتقد بأنني أصبت بالجنون. وأنا أيضا يا أخي، أشعر أنني سأصاب بالجنون. لا تقلقي يا عزيزتي. هيا نتكلم، لا تقلقوا. هذا نحن. ومن أنتم؟ الوسائل. هكذا إذن. ما صوت الصراخ الذي أسمعه؟ لم نكن نحن. يا لكم من مهذبين، انظروا ماذا سأفعل بكم. هيا هذا مؤلم للغاية. أي اتركيننا حالا، إنك تؤلمين كثيرا. لن أقوم بتنظيفكم أبدا. هذا مؤلم للغاية. لن أعود إلى هذا المنزل مرة أخرى. وأنا أيضاً، لقد رأيت هذه الأشياء فقط في الأفلام. لقد أصبنا بالجنون، لا أصدق أن تلك الوسادات يتكلمون مثلنا بطلاقة أيضاً. هل أنتم خائفون من هذه المخدات؟ أليكس، هذا لم يعد مضحكاً أبداً، هل أنت من تتحدث؟ اسمعيني جيداً، أنا أعتقد أن حقيبتك تتكلم أيضاً، تلك التي بجانبك. أجل، هذا أنا من تكلم. أمي! وأيضاً يمكنني فعل ذلك.
أنا أرى أنكم تعرفتم على جميع الأثاث في هذا المنزل الغريب والجميل أيضاً. كنت تعلمين؟ الوسادات يتحركون من مكان أخر. لقد أصبنا بالجنون بسبب فرشاة الشعر. واهدأوا واستريحوا لنتكلم قليلاً. قلت أن نهدأ. هل تستوعبين ماذا حصل؟ الوسادة والحقيبة يتكلمان مثلنا. نعم، انظروا إلي كم أنا فاتن. هل سمعتي؟ جميع أغراض المنزل تتحدث وتتحرك أيضاً. هذا رائع، يعني أن هذا المنزل ممتع جداً. حسناً، هذا يكفي، نحن ذاهبون الآن. أوه، تمهل قليلاً. حسناً، إنه السجاد. ما هذا الذي يحصل هنا؟ هيا يا أليكسا، لنذهب الآن. أليكسا، هيا بنا لنذهب. انظر إلى هذه اللوحة الجميلة. توقفي على الفور، فإن هذه الحركة تضحكني كثيرا. أجل، إنه يحب الضحك مثلنا، وأنه حقا جميل. جدا. يا إلهي، لقد جننتم جميعا. ما هذا الذي يمسك بي الآن؟ وأنت لماذا تضحك؟ أنا لم أعد أدغدغك. أنا أضحك بشكل خارج عن إرادتي. ابتعدي عني أيتها الستارة. هيا، أنا أريد معانقتك. هيا النجدة، ساعدوني. لماذا تصرخ هكذا؟ هل أنا لا أعجبك؟ لوني لا يعجبك أم ماذا؟ أليكس، أعذر ستارتنا أرجوك، إنها فقط تحب العناق كثيراً هكذا. كم هذا جميل. أليكسا، لماذا تضحكين هكذا؟ أليكسا، هيا انظر، لقد وجدت شيئاً أقفز عليه. هذا ممتع. أنا مجرد سجادة فقط، وليس شيئاً تقفزين عليه يا مجنونة. والآن ماذا سيحصل؟ هل ستبقون أم لا؟ أجل. لا، أجل، ستبقى هنا. أنا قلت لن أبقى أبداً. هيا اصمت أنت، من سيدعك تذهب أيها الوسيم؟ هذا جيد جداً، أنتم أكملوا نقاشاتكم هذه وأنا سأستريح قليلاً هنا. أي 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 أي. هذا مسلي. أي يا مونيكا، أنت ثقيلة جدا، بالله عليك انهضي. ماذا قلت؟ أي أي أي، لقد قلت أنك تمتلكين جسما نحيلا جدا. هذا أفضل. وأخيرا وجدت الحب، أنا أحب. ماذا يحصل لي هذا؟ أنا أحب هذا المنزل كثيرا.